يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. وصلنا لحكايه مثل مع زميلنا محمود الطويل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير صباح النور. اهلين شو مثلنا اليوم؟ مع انه غششنا المشاهدين شوي. ايه شفت باول الحلقه حكيت عن هلا مثل اليوم بحكايه الامثال يعني انا بشوفه كثير بينطبق على حالتنا يعني على هذا الزمن السريع وعلى الحاله السوريه تحديدا. الكل فيه يفتي باي شيء وعنده دائما القول الفصل بكل شيء ولو ما كان مطلع. اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. كيف نقولها باللهجه الرقاويه؟ لا هي انت بدك تقوليها. اللي يدري يدري واللي ما يدري يقول شف عدس. في عندكم روايه على فكره كمان عن قصه المثل كمان بدنا ناخذ الحلقات القادمه ونطالب بقوه. اكيد اكيد. خلينا لكن هلا نشوف استطلاع رأي عمله تلفزيون سوريا للأهالي بمدينة جسر الشغور حول المثل الشعبي المعروف اللي بيعرف بيعرف اللي ما بيعرف بيقول كف عدس. شو بيعرفوا عن قصة هذا المثل؟ بدنا نرجع مشان محمود يخبرنا القصة الحقيقية. والله القديمين هيك كانوا يحكوا وجدادنا يقولوا اللي بيعرف بيعرف ما بيعرف بيقول كف عدس. وبشوف الواحد هلا ايام مثلا بيكون مبسوط كذا بيقول له ايش بك؟ بيقول له بيعرف بيعرف ما بيعرف يقول كف عدس. بعرف عنه انه هذا ايامه في شخص كان بزمانه زارع ارض يعني عديس وما عديس وهي شغله. فحصد العديس ودرسه طالعوا على السطح نشروا مشان ما يسترطب بخزي. فهو وناطره شاف شخص نط مسطوح ونزل لتحت. قاموا قالوا حرامي حرامي لحقنا خيو حرامي حرامي. قاموا قالوا اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس انه سرق العدس واللي هو سواه شيء عظيم. فهاي الايام هاي ايام حصاد وكذا وخيو هاي ايام هذا المثل. واحد اجى على بيت سرق سرقه يعني شغله ما كويسه. قام حصنه صاحب البيت هو عم يرقد بالشارع قام ولا جماعات عم ينقوا عدس وما بعرف شو قام عبى ايده عدس وراح يرقد. هذا عم يرقد وراه مين وصاحب البيت ولا بيقول لك يا زلمه تاء تاء لك ما عيب عم ترقد وراه كرمال حبه عدس ولا بيقول لك يا شباب اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. هو مشتغل شغله يعني وسخه بالبيت عنده واخيه وقام يحتج بهالحبه العدس. بقى هذا هو سبب اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. اختلفت الآراء محمود. ناس عم تقول سرقة، ناس عم تقول عمل شغلة وسخة ما بعرف شو بيقصد فيها. بقى القصة الحقيقية عندك هلا هي يعني في العموم هي قصة من الموروث الشعبي فبدها يكون في لها عدة روايات وبعدة مناطق طبعا. يعني للأخوة المصريين في لهم روايتهم اللي هي رواية سرقة مثل ما يعني قال الأخ بالاستطلاع. هي رواية سرقة كان في حدا حاول يسرق من بيت بقال تاجر بقول لقى يعني قدر يكتشف السارق لما لحقه شاف انه شافوا الناس انه ماسك بايده شويه عدس فعاتبوه انه لاحقوا من كل عقلك ايه فهي روايه الاخوه المصريين. طبعا لا بلاد الشام كمان روايه وفي العراق موجود هذا المثل. ببلاد الشام القصتين يعني القصص كلها فيها نفس العناصر اللي هي عناصر التاجر البقوليات والعدس. العدس هذا اساسي والشخص الهربان. فمره بيكون هربان من سرقه ومره بيكون هربان من قصه عشاء. يبدو انه نحن العشق يعني الممنوع يعني يبدو انه نحن عندنا مساواه ما بين السارق والعاشق. في القصة الأولى هي قصة بسوق الهال في دمشق. كان في تاجر بيبعت الصبي تبعه بيقوم بإيصال الأغراض لبيت هذا التاجر ولبيت يعني لبيوت آخرين. بيوم من الأيام ودى الأغراض ورجع على المحل. فراح التاجر على البيت يمكن بوقت غداء أو شيء. لما رجع شافوا الصبي الشغيل عنده شافوا غضبان وبايده كرباج او حزام. هذا الصبي كان بيغازل بنته للتاجر. فالظاهر انه البنت مخبره ابوها. فلما شافوا هيك غضبان وجاي لعنده الولد ملعون شوي اخذ كمشه عدس من اول شوال شافه وركض فيه بالشارع بالسوق. وصار يقول للناس مشان طبعا معلمه لانه هون اذا قال معلمه انه هذا الولد مو امين راح يتبهدل.
فصار يقول للناس انه معلمي لاحقني من شان حفنه شويه عدس. فوقتها قال لهم التاجر، يعني التاجر لا بده يفضح حاله انه الولد تبعه الشغيل تبعه مو منيح، ولا قال لهم اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف يقول كف عدس. هي رواية سوق الهال. في رواية أخرى عن البيوت الدمشقية، عن قصة عشق بين شاب وبنت كانوا جيران، والنظام القديم يعني في الأبنية كان أنه الأسطح تماما متقاربة جدا والوصول إلها سهل. فهذا الرجل كان بينشر العدس على سطح بيته، وكانت بنته بتطلع بتنقي العدس وبتنطفه وكذا. كان يستغل جارها الشاب اللي بيحبها، كان يستغل هذا الظرف ويطلع يشوفها على السطح. حدا من القرايب من الأهل شاف هذا المنظر وخبر الأب. فالأب طلع على السطح من شان يشوف شو صاير. الولد هرب وعلق بثوبه شيء من العدس اللي كان منشور. عم يلحقوا للشاب يعني بثورة الغضب تبعه. طيب ما هروا العدسات يعني من أواعي؟ فهروا العدسات من أواعي، ففكروا أنه هذا الولد حرامي عدس. فالأب صار يقول لهم اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف يقول كف عدس. الرواية الثالثة يعني أوردها الأديب الراحل سلام، الأستاذ سلام الراسي، ورح نوقف شوي معه بالفقرة الأخيرة طبعا. بالقسم الأخير من الفقرة بيحكي الأديب الراحل عن فلاح كان بتطلع بنته بتساعده، بسموه تذراية العدس بالبيدة، يعني نشر العدس على السطح. تذراية هي مصطلح تذراية بيقولوا له. فكانت بنته صبية بتطلع بتساعده، كان في فلاح تاني أو ابن فلاح تاني بيحب هي الصبية، بيستنى الأب ليغادر شوي ليسرق كلمتين مع هالبنت. طلع الأب لحاجة له من البيدر تبعه، فأجى الشاب عم يحكي معها. رجع الأب أسرع من المعتاد، فشاف هي والشاب وراء شوال البيدر، شال شيء من الأداة اللي كان بيستخدمها بالبيدر ولحق الشاب. فهذا الشاب بيحب البنت، لا هو له مصلحة يعني تصير هي سيرة الأهالي طبعا. ولا الأب له مصلحة تصير إنه سيرة الأهالي. لما مسكوا قالوا له الفلاحين اللي معه، قالوا لك شو عامل لهالولد هذا؟ ليش هيك لاحقه؟ فالشاب هو قال لهم لك أخذنا من عنده شوية عدس لاحقنا من شانهم. اللي بيصير إنه في جاره لهذا الرجل، هذا يعني هي رواية الأستاذ سلام رحمة الله عليه، إنه في جاره لهذا الرجل كان شاهد على ما حدث ولكن ما أفصح عن السيرة. قال لهم يعني خبى هذا السر، قال لهم اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. ويقال انه لبعد ما يعني تزوجوا هدول الشاب والبنت، هذا الرجل قال انه انا شفت الحادثه يعني كلها. اذا فينا نقول محمود كل الروايات متشابهه، السبب هو الحب وخبوها بقصه القاسم المشترك والعدس. تمام العدس والهريبه. طيب يعني مثل ما قلت في روايات متعدده، خلينا نشوف اذا كانت الاستخدامات متعدده عند الناس اللي قابلناهم. نشوف بس يعني انه اللي بقلبك ما حدا بيعرفه، اللي بيسالك انه ايش صاير معك تقول له اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف يقول كف عدس. بملعب الطابه اكلنا ضربه على عيننا في الطابه، فاجوا الشباب لعندي عموجب شغلي، قالوا لي انه من شو عينك هيك، مين معلم عليك هالتعليمه هذه؟ فقلت لهم انه بيعرف بيعرف ما بيعرف يقول كف عدس، هني ببالهم انه متعلم علي بالبيت ما بالملعب. هي الفكرة. معاملة الناس صارت صعبة، والعالم اللي مخبى بالقلب ما في، والكلام كتير والحكي كتير. نحن في مثل عنا كمان بيقول قال لا تحكم على شيء تسمعه، حكوم على اللي بتشوفه بعينك. هذا يعني شعبنا هيك الأمور هاي، يعني هذا الشيء اللي عايشينه هلا بهالوضع، هذا بهالوضع بهالثورة بهالوضع اللي عايشينه بهالبلد. والله هذا من أيام الضرب عنا صار في عنا يعني اوضاع تغيرت كثير. نحن هون يعني كنا عايشين جو شكل وصرنا بجو شكل، وتغير علينا الجو انه نقول انه اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس، ونحن صرنا بهالمنطقه هاي بهالوضع اللي نحن فيه هلا. والله استخدمته بثورتنا الكريمه اول بدايتها. كنا نطلع مظاهرات ونقول انه والله من نسقط الرئيس والدول العالم كله معنا، تير اللي بيعرف بيعرف والما بيعرف يقول كف عدس. رحت على الصيدلي بجيب ابر،
المهم ولا الابر طلعوا غاليات. قلت له لا اشو اني كل هالغلا ولا؟ بيقول لي يا اخي ليش لا تاخذ اربعه انت خذ اثنين. قلنا لك يا اخي اللي بيعرف بيعرف اللي ما بيعرف يقول كف عدس. قال تعال شو اشي اللي بيعرف بيعرف ما بيعرف يقول كف عدس. قلت لك يا اخي انا عندي توم ثلاث اولاد ما عندي ولد واحد، وعندي ولد واحد اخي وباخذ ابرتين. بقى لهالسبب قلت لك اللي بيعرف بيعرف اللي ما بيعرف يقول كف عدس. يعني يصلح المثل محمود مثل ما شفنا لكل مناحي الحياة. على الوضع، على عم يجيب دواء لمرته من الصيدلية، على واحد أكل قتلة من يعني أوضاع سياسية واقتصادية وحتى صحيح. اجتماعية صحيح. ممكن أن يستخدموها أكيد. حتى للفكاهة. أي مرة صار مرة في شاب صديقي عنده شركة واشتغل عنده ابن عمه، واكتشف أنه ابن عمه مو تمام يعني عم يسرق منه شيء، فمشى قرايبينه عاتبوه، فهو قال لهم انه اخي ابن عمي ما بيناسب للعمل، فضلوا يلحوا عليه انه تدريب وكذا. فحكى لي هذا الشاب صديقي انه ابن عمي عم يسرقني، ما فيني احكي عنه. فبعثت له بيتين يعني كتبتهم على هذا على هذا المثل، فقلت له لا تبتئس مما يقال جهالة، فلكل خيال ومضمار فرس، من كان يدري لن يلومك، انما سيقول من جهل الحكاية كف عدس. الرواية اللي قبل شوي حكيناها كانت عن نقلا عن الأستاذ سلام الراسي، هو متوفى عام 2003 عن عمر 92 سنة. حقيقة الأستاذ سلام الراسي هو أحد أعمدة التراث الحكائي في منطقتنا في بلاد الشام وخاصة في لبنان. بلش كتابي كان عمره 60 سنة يعني بعد التقاعد، جال لبنان سمع من كل الناس حكاياهم كتير يعني بيستوقفني بيتين كتبهم، بيقول للسهل والوديان والجبل وطني، ولا الأنهار والسبل، كلا ولا الأطلال، بل وطني الناس ما قالوا وما فعلوا. وفعلا يعني أنا بحب وجه تحية لروح الأستاذ سلام الراسي، هو توفي في نهاية نيسان عام 2003، لأنه هو قال أخاف أن أموت وفي ذمتي حكايا الناس، فألف ما يقارب 20 كتاب ضمنهم حكايا الناس. حكايا جميل الناس. جميل أكيد. محمود وين ممكن أنه يكون هذا المثل له استخدامات خاطئة ممكن أنها تأثر على حياتنا؟ يعني قصة السرقة مثل ما بيقولوا أنه كف عدس، كمان في مثل مقابل أنه اللي بيسرق بيضة بيسرق جمل. يعني نعم. كمان أنه هي القصة أنه خلص أنه معلش أنه كف عدس وعم تلحقوا أنه مشان كف عدس، ولكن أنا ما بعتبر أنه صحيح. لا هي مو كل تغطية، مو كل تغطية يعني في يعني أن يبقى الأسباب في نفس الشخص، مو كل تغطية هي صحيحة. لا، في بعض الأمور فعلا الشخص ما بيقدر يكشفها على العلن. في بعض الأمور لها مواقيتها، مو دائما بتكون ميقاتها هو الآن، بيقدر يعني لكل زمان مقال ولكل حال مقال، ما فيه دائما الواحد يقول كل شيء بلحظته صحيح. فأنا بحس أنه هذا المثل كتير هو محصور في هذه الزاوية. هلأ الجرائم المشينة خلينا نسميها اللي من هذا الحجم، فهي حتما أنا يعني معك روان أنه هي ما لازم يتم التساهل فيها، ولكن في شغلات بيكون في حرج في الحديث فيها، في اعتبارات. يعني نحن مو دائما أمام مقصلة وأمام محكمة نستطيع أن ندلي بكل شهاداتنا دائما وأن نقول كل الحق. يعني نحن يجب أن نقول الحق، بس كل الحق أحيانا في عنا اعتبارات في الحياة، اعتبارات اجتماعية، اعتبارات إنسانية عائلية ممكن وعائلية، بتخلينا شوي نتحرج عن كل الحق، ولكن يجب أن يعني ألا نقول سوى الحق. هذا أساس. هلأ أكثر شيء يمكن أنا عم بستخدم هذا المثل هلأ أنه أنت يلا مبسوطة وهلأ في بيبي جديد وكذا. طبعا أنا لا بكون نايم الليل ولا أني عارفان الليل من هاري ومو شايفة شيء بالحياة. ما بجي بقول لهم عن جد اللي بيعرف بيعرف. عم تحاول تكوني إيجابية، بالعكس هذا الاستخدام منيح صح؟ يعني الواحد يدفع حاله للأمام، بس يعني فعلا يكون الله بطريقة يحمل معك. صحيح. الله يحمل معك. نشكرك، شكرا لوجودك معنا.